السلام عليكم ورحمة الله. هنتكلم مع بعض إن شاء الله النهاردة عن الهارد ساوند. في السيشن دي هنتعرف على البارتس أوف ستيثوسكوب، أجزاء السماعة الطبية واستخداماتها. هنعرف الأوسكولتاتوري أرياز اللي أقدر أسمع عليها الهارد ساوند. هنعرف مين النورمال ومين الأبنورمال هارد ساوند. في البداية الهارد ساوند دي عبارة عن إيه؟ during the cardiac cycle بيحصل عندي ميكانيكال ويفز ناتجة من الفايبريشن للكاردياك وول والكاردياك فالفز، اللي هما مين الكاردياك فالفز؟ أربعة، اتنين ما بين الاتريا والفنتريكلز بنسميهم اتريو فنتريكولار، على الرايت سايد الترايكاسبيد وعلى الليفت سايد الميترال فالف، اتنين ما بين البوست فنتريكلز والجريت ارتريز، على الرايت سايد البلمونري فالف وعلى الليفت سايد الاورتيك فالف، ودول بنسميهم سيمي ليونر فالفز. نقدر نعمل ديتكشن للهارد ساوندز دي بطريقتين. الاول احنا عندنا الهارد ساوندز اربعة، S1 S2 S3 S4. الطريقتين اللي اقدر اعمل بهم ديتكشن هي الاستيثوسكوب وجهاز الفونوكارديوغراف. بس الاستيثوسكوب تقدر تعمل ديتكشن للفيرست والسكند هارد ساوند اونلي، والفونوكارديوغراف يقدر يعمل ديتكشن للفور هارد ساوندز. هو عبارة عن ميكروفون بيتحط على الشيست وول، بيحصل ماجنيفيكيشن للهارد ساوندز دي، بيلقطها جهاز معين ويطلعها لي في شكل أربعة ويفز. الويفز دي أو الرسمة دي بنسميها فونو كارديوجرام. طيب السماعة الطبية بتاعنا بتتكون من ايه؟ هي عبارة عن ثلاث أجزاء. جزء بيتحط على الشيست ده بنسميه الشيست بيس، وبيتكون من جزئين. الجزء الكبير ده بسميه الدايفرام، وده بستعمله في الهاي بيتش ساوند، والجزء الصغير اللي فوق ده بنسميه الكون، وده اقدر اسمع بيه اللو بيتش ساوند. الجزء الثاني عندنا اللي هنحطه في الاير، وده بنسميه الاير بيس، والجزء اللي واصل ما بين الاثنين ده رابر تيوب طولها حوالي من 50 لـ 75 سم. طب الاستيثوسكوب دي اقدر استخدمها في ايه؟ رقم واحد، اعمل اوسكالتيشن للهارت ساوند اسمع بيها الهارت ساوند. رقم اتنين، اعمل اوسكالتيشن للبريس ساوند اسمع بيها اصوات التنفس. رقم تلاتة، اسمع بيها الانتستينال ساوند الصوت بتاع حركة الامعاء. رقم اربعة، هنستعملها في طريقة اللي هي الاوسكالتاتوري ميثود للميجرمنت اوف ارتيريال بلاد بريشر. طيب مين الاوسكالتاتوري ارياز اللي اقدر اسمع عليها الهارت ساوندز دي؟ عندنا اربعة اوسكالتاتوري ارياز مهمين جدا. واحدة اسمها اورتيك، والتانية اسمها البلمونري، والتالتة اسمها الترايكاسبيد، والرابعة اسمها الميترال اري. في البداية الاورتيك اريا دي موجودة فين؟ في الرايت سكند انتركوستال سبيس جاست بيسايد ذا ستيرنم، جنب الاسترنم على طول. رقم اتنين دي اللي هي البلمونري اريا، ودي موجودة في الليفت سكند انتركوستال سبيس جاست بيسايد ذا ستيرنم. اللي هنا رقم اربعة دي ترايكاسبيد اريا، ودي موجودة في الليفت فورس انتركوستال سبيس جاست بيسايد ذا ستيرنم. رقم خمسة دي الميترال اريا، ودي موجودة في الليفت فيفث انتركوستال سبيس ات ميد كلافيكولار لاين، والاريا دي بنسميها الابيكس اوف ذا هارت. هنتعلم ان شاء الله ازاي نعد الانتركوستال سبيس دي في الجزء البراكتيكال بمشيئة الله. تاني الارياز المهمة عندنا اورتيك اريا، موجودة في الرايت سكند انتركوستال سبيس جاست بيسايد ذا ستيرن. البلمونري اريا موجودة في الليفت سكند انتركوستال سبيس جاست بيسايد ذا ستيرن. الترايكاسبيد موجودة في الليفت فورس انتركوستال سبيس جاست بيسايد ذا ستيرن. واخيرا الميترال اريا موجودة في الليفت فيفث انتركوستال سبيس ات ميد كلافيكولار لاين. تعالوا نعرف بقى الديتيلز بتاع كل هارت ساوند. قبل ما نتكلم على الديتيلز خلينا نتذكر الفيزز بتاع الكاردياك سايكل. كان عندنا فيز اسمها اتريال سيستول، وعندنا فنتريكولار سيستول، والفنتريكولار سيستول دي بتنقسم لثلاث مراحل. اول حاجه ايزومتريك كونتراكشن فيز، تاني حاجه ماكسيمم ايجكشن فيز، وبعدها ريديوسد ايجكشن فيز. وبعدين في فيز اسمها بروتو دايستوليك فيز، يليها الفنتريكولار دايستول اللي هو عباره برضو عن ثلاث مراحل، ايزومتريك ريلاكسيشن فيز، والماكسيمم او الرابيد فيلينج فيز، والريديوسد فيلينج فيز. طيب كل ساوند، كل هارت ساوند من دول عايزين نعرف فيه خمس حاجات: الديوريشن بتاعته ايه، الريليشن بتاعته الكاردياك سايكل بيحصل في انهي فيز من دول، سببه ايه، والكاركتر بتاعته، والاسكولتاتوري سايت المكان اللي هقدر اسمع عليه الهارت ساوند ده. بالنسبه للاس 1 الفيرست هارت ساوند ده الديوريشن بتاعته قد ايه؟ 15 من 100 سكند. طب علاقته بالكاردياك سايكل بيحصل امتى؟ بيحصل اثناء الايزومتريك كونتراكشن فيز والماكسيمم ايجكشن فيز. طب سببه ايه؟ اللي حصل في التو فيزز ده عمل لي الساوند ده. في البدايه الايزومتريك كونتراكشن فيز
بدأ البريشر في الفنتريكلز يبقى أعلى من الأتريا، فقام عامل سادن كلوجر للأتريو فنتريكولار فالفز. فدي عملية لأول كومبوننت للفيرست هارت ساوند اللي بسميها فالفولار كومبوننت، اللي سببها سادن كلوجر للأتريو فنتريكولار فالفز اللي هما الترايكاسبيد والميترا. تاني كومبوننت عندنا أثناء الكونتراكشن بتاع الفنتريكلز بيحصل فايبريشن للوول بتاع الفنتريكولار وول للوول بتاع الفنتريكلز، فالفايبريشن ده ينتج عنه الفنتريكولار كومبوننت اوف ذا فيرست هارت ساوند. رقم 3 الماكسيمم ايجكشن فيز، بيحصل ايجكشن للبلاد في الاورتا والبلمونري، ده بيعمل لي فايبريشن للبلاد كولمن في الاورتا والبلمونري. الفايبريشن بتاع البلاد كولمن ده بيكون لي الثيرد كومبوننت بتاع الفيرست هارت ساوند اللي بسميه فاسكولار كومبوننت. يبقى تاني الكوزز بتاع الفيرست هارت ساوند 3 كومبوننت. رقم 1 ان البريشر زاد في الفنتريكل عن الاتري، عمل سادن كلوجر للاتري فنتريكولار فالفز، ده بسميها فالفولار كومبوننت. رقم 2 كونتراكشن للفنتريكل، حصل فايبريشن للوول بتاع الفنتريكل، بسميها فنتريكولار كومبوننت. رقم 3 اثناء الاجكشن بيحصل فايبريشن للبلاد كولم في الاورتا والبلمونري، بسميها فاسكولار كومبوننت. طيب الكاركتر بتاع الفيرست هارت ساوند ايه؟ كل الهارت ساوند اللي عندنا هنلاقيها سوفت لو بيتشد ساوند ما عدا السكند هارت ساوند. الفيرست هارت ساوند ده سوفت لو بيتشد، بنسمعه زي كلمة لب، اسمعه بالستيثوسكوب زي كلمة لب. طب المكان اللي اقدر اسمع عليه الهارت ساوند ده فين؟ على الميترال اريا والترايكاسبيد اريا اللي هما موجودين فين؟ الميترال كانت في الليفت فيفث انتركوستال سبيس ات ميد كلافيكولار لاين، والترايكاسبيد كانت في الليفت فورث انتركوستال سبيس جاست بيسايد ذا ستيرن. نيجي الاس 2 سكند هارت ساوند، الديوريشن بتاعته 1/10 سكند. الريليشن الكاردياك سايكل بيحصل اثناء الايزومتريك ريلاكسيشن فيز، سببه اثناء الايزومتريك ريلاكسيشن فيز خلاص الفنتريكلز بدات تعمل ريلاكسيشن، فبدا البريشر يقل في الفنتريكلز، فيحصل سادن كلوجر للسيميليونار فالفز اللي هم الاورتيك والبلمونري. طيب الكاركتر بتاعته هو شارب هاي بيتشد ساوند، وده الوحيد عندنا اللي هيبقى شارب هاي بيتشد، بنسمعه زي كلمة ايه؟ بنسمعه زي كلمة ضب. طب المكان اللي اقدر اسمع عليه الهارت ساوند ده هي الاورتيك اريا والبلمونري اريا. الاورتيك موجودة في السكند رايت انتركوستال سبيس نير ذا سترنم، والبلمونري موجودة في السكند ليفت انتركوستال سبيس نير ذا سترنم. الثيرد هارت ساوند الديوريشن بتاعته 5/100 سكند، ده الريليشن بتاعته الكاردياك سايكل بيحصل امتى؟ في التيرمينال بارت اوف رابيد فيلينج فيز. الكوز بتاعته هو ايه اللي بيحصل في الرابيد فيلينج فيز؟ عندي الوول بتاع الفنتريكلز ريلاكس والكاسبس بتاع الاتريو فنتريكولار فالفز مفتوح، والبلاد بيحصل له رش من الاتريا للفنتريكلز، فالبلاد اللي بينزل ده يوم عامل لي فايبريشن للريلاكسد وول بتاع الفنتريكلز وللكاسبس بتاع الاتريو فنتريكولار فالف، فينتج عنه الاس 3. طب الكاركتر بتاعته هو لو بيتشد ساوند، هو نورمالي ما بقدرش اسمعه في الادلت، نورمالي ممكن اسمعه في مين؟ في التشيلدرن، ومش اي تشيلدرن، ده بيكون سن تشيلدرن يكون نايم في ريكومبنت بوزيشن على الليفت لاترال سايد واسمعه على الميترال اري. يبقى تاني كده اس 3 سببه ان انا حصل عندي فايبريشن للوول بتاع الريلاكسد فنتريكلز والكاسبس بتاع الاتريو فنتريكولار فالفز، هو لو بيتشد ساوند، واسمعه نورمالي في مين؟ في التشيلدرن، اسمعه في انهي اريا؟ في الميترال اري، بس لازم يكون الطفل بتاعي ده سن في الريكومبنت بوزيشن على الليفت لاترال سايد. طب S4 الديوريشن بتاعته 3/100 سكند، الريليشن بتاعته الكاردياك سايكل بيحصل في الميد بوينت اوف اتريال سيستول او بنسميه البري سيستوليك هارت ساوند، سببه نفس الفكره في S3 ان انا عندي الفنتريكولار وول ريلاكسد والفالفس الاي في فالفس الكاسبس بتاعها مفتوحه، وبيحصل رش للبلاد من الاتريال فنتريكلز، فيعمل فايبريشن للوول بتاع الفنتريكل والكاسبس بتاع الاتريو فنتريكولار فالفس. الكاركتر بتاعته هو فينت لو بيتشد ساوند، ده بقى نورمالي ان اودبل ما اقدرش اسمعه لا في التشيلدرن ولا في الادلت، يعني علشان نسمعه يبقى لازم الشخص يكون موجود عنده ابنورماليتي، ونسمعه فين؟ في الميترال اري. ده كان النورمال هارت ساوند. طب ايه الابنورماليتيز اللي ممكن تحصل في الهارت ساوند؟ 3 ابنورماليتيز. رقم 1 يحصل سبليتنج، الناس مع الصوت كصوتين،
رقم اتنين ان يحصل تريبل اور جالوبريزم، ان انا بدل ما كنت بسمع صوتين بس اللي هما لب دب، لا ده انا بقيت بسمع 3 اصوات. او رقم تلاتة بقى ان يحصل عندنا ميرمر، دي نويزي ساوند بتبقى موجودة اوفر ذا هارت ساوند، يعني تسمع الهارت ساوند وحواليها وش، يعني مثلا زي لب ش دب. السبليتنج ده عبارة عن ايه؟ ان الهارت ساوند بتاعي is heard as two sounds separated by a very short interval، يعني فرضا كنت بسمعها لب دب، لو السبليتنج بتاع الفيرست هارت ساوند ممكن اسمعها ك لب دب، لو السبليتنج بتاع السكند هارت ساوند اسمعها لب دب. طيب السبليتنج بتاع الفيرست هارت ساوند او السبليتنج عموما سببه ايه؟ ان حصل عندي asynchronous closure للفالفز، يعني الفالفز على سايد بتقفل قبل السايد التاني، وطبعا الليفت سايد هو اللي بيبقى البريشر بتاعه اعلى، فالفالفز عنده بتقفل قبل الرايت سايد. طب السبليتنج بتاع الفيرست هارت ساوند سبب ان حصل ايه؟ اسينكرونس كلوجر للميترال والترايكاسبيد فالف. علشان اسمع السبليتنج بتاع الفيرست هارت ساوند لازم يكون في باثولوجي او ابنورماليتي موجود. طب السكند هارت ساوند سببه ان عندي اسينكرونس كلوجر للاورتك والبلمونري فالفز، الاورتك بيقفل بدري عن البلمونري فالف. طب ممكن اسمعه في حد نورمالي؟ لو خليت الشخص ده ياخد ديب انسبيريشن. طب ايه الفكره اللي هتحصل اثناء الديب انسبيريشن؟ انا عندي الانسبيريشن ده بيزود النيجاتيف انتراثوراسيك بريشر، والنيجاتيف انتراثوراسيك بريشر ده بيشتغل كسكشن فورس، يعني هيزود لي الفينوس ريتيرن. لما يزود الفينوس ريتيرن كميه البلد اللي راجعه للرايت اتريوم هتبقى كتير، وبالتالي اللي هتروح للرايت فينتريكل هتبقى كتير. علشان الرايت فنتريكل ده يعمل ايفاكويشن لكميه البلاد الكتير اللي دخلت فيه ده في البلمونري هياخد وقت اطول من مين؟ من الليفت سايد، فبالتالي الاورطه هيقفل قبل البلمونري فالف، فاقدر اسمع السبليتنج بتاع السكند هارت ساوند. تاني ابنورماليتي موجوده عندنا هي التريبل او الجالوبريزم، دي عباره عن ايه؟ abnormal condition in which three heart sound are heard resembling the sound of galloping horse، يعني بدل ما كنت بسمع صوتين بس ده انا هسمع 3 اصوات، ويبقى الصوت بتاعهم عامل زي صوت الحصان وهو بيجري. طيب دي بتحصل في حالات ايه؟ في حالات الهارت فيلير، خلاص حصل فشل في عضله القلب. الصوت ده لو الصوت اللي اتضاف عندي فوق الفيرست والسكند هارت ساوند كان الثيرد هارت ساوند هسميه بروتو دايستوليك جالوب. طب لو الصوت الاضافي كان الفورس هارت ساوند فده هسميه بري سيستوليك جالوب. يبقى تاني لو الصوت اللي اتضاف الثالث يبقى هسميه بروتو دايستوليك جالوب، لو الصوت اللي اتضاف عندنا هو الفورس او الرابع يبقى هسميها بري سيستوليك جالوب، وصوتها بتبقى عامل زي صوت الحصان وهو بيجري. تالت ابنورماليتي موجوده عندنا هي الميرمر، ده عباره عن ايه؟ abnormal noisy sounds heard over the heart other than the heart sounds، صوت وش، يعني ببقى سامع الصوت بتاعي بتاع الهارت ساوند اللي هو اللب دب عادي، بس في حواليهم وش، يا اما اسمعها لب ش دب فده يبقى سيستوليك ميرمر، يا اما اسمعها لب دب ش فحصل اثناء الدايستول فده اسميه دايستوليك ميرمر. طب هو الميرمر ده سببه ايه؟ عشان اعرف سبب الميرمر الاول نعرف النورمال بلاد فلو عندنا بيمشي ازاي. عندي النورمال بلاد فلو طبقه البلاد اللي بتبقى ملامسه للفيسل وول بتبقى ما بتتحركش، وبعدين الفيلوستي تفضل تزيد لحد ما اوصل للماكسيمم فيلوستي في السنتر اوف بلاد كولم. طيب البلاد اللي ماشي بالشكل ده ماشي في لامينار بلاد فلو، يعني بيبقى سايلنت ملوش صوت. طب لو حصل عندي اوبستراكشن او ستينوزس للبلاد فيسل، حصل عندنا اوبستراكشن او ستينوزس يبدا يحصل ايه في البلاد فلو؟ بدل ما كان ماشي لامينار لا ده يبدا يمشي في دوامات، البارتكلز بتاعتي مش هتتحرك في نفس اللحظه، فيمشي في دوامات فيعمل لي ايدي كارنت، والاقي البارتكلز عماله بتخبط في الجدار بتاع الفيسل وول فتعمل لي صوت، فده اسمه تيربلنت بلاد فلو وده نويزي ساوند. طب سبب التيربلنت بلاد فلو ايه؟ يا اما يحصل استينوزيس او اوبستراكشن للمكان اللي البلاد بيعدي منه، يا اما يحصل نقص في الفيسكوستي اوف بلاد زي حالات الانيميا، وطالما الفيسكوستي قلت يبقى الريت بتاع البلاد فلو هيزيد، او ان يحصل من البدايه زياده في الريت اوف بلاد فلو زي الهايبر دايناميك سيركيوليشن، الشخص اللي عنده فيفر ارتفاع في درجه الحراره، الشخص اللي عنده هايبر سيرديزم زياده في نشاط الغده الدرقيه، او اثناء الاكسرسايز. الحاجات دي بتعمل ايه؟ كل ما الفيلوستي بتاع البلاد فلو تزيد او يحصل اوبستراكشن للباسوي اللي هيعدي منه ده يعمل لي تيربلنت بلاد فلو، يبقى سبب الميرمر عندي ان يحصل عندنا تيربلنت بلاد فلو.
طيب المرمر ده كم نوع؟ المرمر تلات أنواع، في سيستوليك مرمر، في دايستوليك مرمر، وفي كونتينوس مرمر. السيستوليك مرمر ده بيحصل امتى؟ أثناء الفنتريكولار سيستول. طب والدايستوليك بيحصل أثناء الفنتريكولار دايستول. طب والكونتينوس ده شغال أثناء السيستول وأثناء الدايستول. عايزين نعرف في كل مرمر سببه ايه. نيجي للسيستوليك مرمر، ده سببه ايه؟ يا اما اورجانيك في ليجن موجود، يا اما فانكشنال ان في زياده في الريت اوف بلاد فلو. طب الاورجانيك ده سببه ايه؟ ان يا اما عندي ستينوزيس دي في الفالفز اللي المفروض مفتوحه اثناء الفنتريكولار سيستول، او عندي وايدنينج او ريجيرج للفالفز اللي المفروض مقفوله اثناء الفنتريكولار سيستول. طيب مين الفالفز اللي مفتوحه اثناء الفنتريكولار سيستول؟ هما الاورتيك والبالمونري. يبقى لو عندي ستينوزس في الاورتيك او البالمونري فالف ده يعمل لي سيستوليك ميرمر، او ان يبقى عندي ريجيرج او ارتجاع في الفالفز اللي مقفوله اللي هما مين؟ الميترال والترايكزم، او ان الشخص ده يبقى عنده ديفكت في السبتم اللي موجود ما بين البوست فنتريكلز اللي بنسميه انتر فنتريكولار سبتم. الكيس دي بسميها كونجينيتال انتر فنتريكولار سبتال ديفكت. طب هنا ايه اللي هيحصل؟ البلد هيعدي من الليفت فنتريكل للرايت فنتريكل اثناء السيستول، وده مش نورمال باس واي للبلد، فالحركه بتاع البلد دي تعمل لي نويزي ساوند فهي تعمل لي سيستوليك ميرمر. السبب الثاني ان اللي هو الفانكشنال ميرمر، ده سببه قلنا ان يحصل زياده في الريت اوف بلد فلو، سواء الشخص ده عنده انيميا او عنده حاجه من هي هايبر دايناميك سيركيليشن، فيفر، هايبر ثايرويدزم او الاكسرسايز. ده بالنسبه للسيستوليك ميرمر. طب الدايستوليك ميرمر، اتفقنا ان ده بيحصل اثناء الفنتريكولار دايستول. مين الفالفز اللي مفتوحه اثناء الفنتريكولار دايستول؟ هما الميترال والترايكاسبيد فالف. يبقى الدايستوليك ميرمر يحصل لو عندي ستينوزس في الميترال او الترايكاسبيد فالف، او يحصل امتى؟ لو عندي وايدنينج او ريجيرج للفالفز اللي مقفوله اللي هما مين؟ الاورتيك والبالمونري فالف. طب الكونتينوس ميرمر بقى، ده اتفقنا انه شغال اثناء السيستول واثناء الدايستول، ده سببه ايه؟ في الانتريوترين لايف الفيتس هو لسه في الرحم، في دكت اسمها دكتس ارتوريوزس ما بين الاورطه والبالمونري، السيركيليشن بتبقى مختلفه عن الفرق بتاعها بعد ما البيبي بيتولد. طيب الدكتس ارتوريوزس دي المفروض ان جاست افتر بيرث بعد الولاده على طول الدكت دي بتتقفل. طب في اطفال ما بتتقفلش عندهم وبتاخد وقت طويل، طب لما الدكت دي بتستاب مفتوحه بسميها بيتنت دكتس ارتوريوزس. طب الوقت البلاد عمال يعدي من الاورطة للبالمونري، البريشر في الاورطة على طول اعلى من البالمونري سواء في السيستول او الدايستول، فالبلاد عمال يعدي من الاورطة للبالمونري في السيستول ويعدي برضو في الدايستول، يبقى ده يعمل ايه؟ كونتينوس ميرمر. يبقى الكيس اللي بيحصل فيها اسمها ايه؟ بيتنت دكتس ارتريوزس. ثانك يو. بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم النهارده باذن الله الدكتور محمود التهامي، مدرس مساعد باسم الفسيولوجيا الطبيه. النهارده هنتكلم على موضوع الهارت ساوند. اول حاجه لازم نعرفها ان احنا لما نيجي نسمع الهارت ساوند بنستخدم الاداه اللي قدامنا دي، الاستيتسكوب او السماعه الطبيه. الاستيتسكوب او السماعه الطبيه لو بصينا عليها كده بتتكون من ثلاث اجزاء. الجزء الاولاني هو الاير بيس، دي اللي بتخش في ودني عشان اقدر اسمع الاصوات المختلفه بالسماعه. الاير بيس ديت لو بصينا عليها كده هنلاقيها دايركتد فورورد، يعني وشها لقدام ونازله لتحت سنه، بحيث ان انا لما احطها في ودني تخش بسهوله في قناه الاذن بتاعت الخارجيه واقدر اسمع الاصوات بكل سهوله. بعد كده عندي حاجه اسمها الرابر تيوب. الرابر تيوب ديت طولها بيتراوح من 50 ل 70 سنتيمتر، ودي اللي بتنقل الاصوات من الشيست بيس للاير بيس. الجزء الثالث عندي هو الشيست بيس. الشيست بيس دي اللي بحطها على صدر العيان. الشيست بيس زي ما انتم شايفين كده ليها وجهين. الوجه الاولاني بنقول عليه الدايفرام، الوجه اللي ورا بنسميه الكون. الدايفرام ده بنستخدمه عشان نسمع الهاي فريكوانسي ساوند، انما الكون ده بنستخدمه عشان نسمع اللو فريكوانسي ساوند. الشيست بيس دي نقدر نلفها، نعمل لها سويتش كده، لما بلفها بقدر ابدل ما بين الدايفرام والكون. السماعه بتاعتي بستخدم ليها استخدامات كتيره جدا، بستخدمها عشان اسمع الهارت ساوند، بستخدمها برضو عشان اسمع البريس ساوند، ممكن استخدمها عشان اسمع الانتستينال ساوند، وطبعا بستخدمها لما باجي اقيس الضغط. على الاورتيك اريا وعلى البلمونري اريا بسمع الفيرست والسكند هارت ساوند، بس اللي بيبقى اعلى بيبقى السكند هارت ساوند، ده لان اقرب للاورتيك فالف للبلمونري فالف. على التريكاسبيد اريا وعلى الميترال اريا بسمع الفيرست هارت ساوند،
والسكند هارت ساوند، بس الفيرست هيبقى اعلى، ده لاني اقرب للترايكسبت فالف وللميترال فالف.